الو 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 الو، اهلا وسهلا. ايوه يا دكتور مروه، اتفضلي، اهلا بيكي. بصي، هو انا عجبتني اصلا النهارده حلقه البرنامج دي اول حاجه، وتاني حاجه انا لو كان رجع بيا الزمن لورا لمده 2.5 سنين بالظبط، انا كنت استحاله ادي سر البيت لاختي. اديتي سر بيتك لاختك؟ علي صوتك لو سمحتي. لاني اكتشفت في الاخر اني انا اختي لما دخلت لي بيتي من يوم صباحيتي لحد بعد ما ولدت، هي ما كانتش داخله عشان بتحبني، هي كانت داخله بس عشان خاطر تعرف انا جوزي بيصرف كام وايه اللي احنا بنعمله وايه اللي بنجيبه وبنخرج امتى وبننزل امتى. يعني انا عاوز اقول لك والله انا اتطلقت مرتين بسبب اختي. ياه. وانا حاليا للدرجه دي؟ للدرجه دي. وفي الاخر لما جيت اشتكي لاهلي واقول لهم ان انا اختي عملت 1 2 3، قال لي لا هي ما عملتش كده، انت اللي غلطانه. وفعلا انا بقول لها. يعني انت كنت بتحكي لها من باب الفضفضه ولا انت بتتباهي بجوزك؟ لا، مش فكره بتباهي بجوزي ولا فكره فضفضه، هي الفكره ان هي لما دخلت بيتي من يوم الصباحيه هي كانت داخله عشان غرض معين، اللي هو عايزه تخرب عليا الدنيا لاني انا من يوم الصباحيه. من يوم الصباحيه والله العظيم. انت اصغر منها واتجوزتي قبلها؟ يعني ايه مواقفها اللي عملتها عرفتك ان هي عايزه تخرب بيتك؟ ان لما حصل مشكله ما بيني وما بين جوزي وهي كانت حضرها، اكتشفت ان انا في الاخر بسمعها من الشارع من الجيران، يعني انا بعيده عن منطقه بيت اهلي وبيت اهله، فانت الوحيده اللي كنت هنا واحنا ما بنحكيش مشاكلنا لحد انا وجوزي لحد النهارده. واتطلقنا المرتين دول عشان خاطر انا كنت بقول لها مش انت وصلتي للناس في 1 2 3، كانت تقولي لا. يعني لما مؤاخذه يعني هدومي اللي كنت بلبسها لجوزي الخاصه قوي، انا كان جوزي بينزل تحت واصحابه يقولوا له مراتك لابسه كذا وكذا وكذا. يعني هي كانت بتروح تقول الكلام ده لاصحاب جوزك؟ للناس في الشارع عندنا، والناس في الشارع عندنا يوصلوا لاصحاب جوزي على القهوه، فطبعا انا جوزي يطلع. هو مره بصراحه مسكني ضربني وخنقني لدرجه ان هو شك فيا وقال لي ان انت في حد بيبقى هنا معاكي؟ قلت له ما فيش حد. وانت مش حاكيه الكلام ده خالص؟ وانا مش حاكيه ولا لاي حد، ولا لامك ولا لاي حد في الدنيا؟ لا، في الفتره ديت ما كنتش بكلم ولا امي ولا اخواتي الاكبر مني. كان مشاكل كده برضو بسببها هي. انا حضرتي فرحي الطولي بالفستان الابيض. ما كانش معاكي اهلك؟ ما كانش معايا اهلي. ليه؟ اهلك كانوا رافضين الجوازه؟ لا بالعكس، انا اهلي كانوا بيحبوا جوزي، بس المشكله ان انا برضو اختي ديت هي السبب في فكره ان تعرف واحد من بره مصر وان هو يشوف الستوري ليها، وانا كنت معاها وعجبه وبعت لها فلوس من بره عشان خاطر تطلقني وهو يتجوزني اول ما ينزل مصر. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هي كانت على حسك بتاخد فلوس من حد عشان تطلقك وتجوزك ليه؟ طب هتصدقيني يا استاذه مروه لو قلت لك ان رحمه ابويا وحياه ادمي العيشه اللي بيقدم دوت، انا اختي لما على حسي 1.25 مليون وجبنا حسابها في البنك بعد ما عملت محضر، بسبب ان في الاخر لقيت شخص بعد ما جبت تليفون بعد جوازي بسنتين عشان ظروفي الصحيه ما كانتش حلوه، كنت بتعالج من مرض مش حلو. اول ما جبته هي اديت رقمي للشخص دوت، بقى بيخش يرن عليا بالليل متاخر وقت ما يكون جوزي نايم، فطبعا انا ارد لاني عندي طفل فمحتاجه ان انا اشوف طلباته طول الليل. هو يفتكر ان انا بكلم الشخص ده فعلا. يعني هي من مصلحتها انك تتطلقي عشان تقدر تكسب تاني من وراكي؟ طب قولي لي معلش، انت كنت في الاول بتشاركيها ده لحد ما جيتي اتجوزتي؟ لا، ما كنتش بشاركها ده والله. بصي انا هجيب لك خلاصه الموضوع. انا بابايا توفى وانا عندي 7 سنين. انا حاليا عندي 21 سنه. بعد ما بابايا توفى عشنا حياه مش حلوه مع ايماني، فبالتالي احنا طلعنا من البيت وانا اشتغلت وسبت التعليم بتاعي لمده 2 سنين. اول ما اعتمدت على نفسي بقى عندي 9 سنين بالظبط، رجعت تاني المدرسه. بعد كده اكتشفت ان انا عندي مرض الكانسر في الدم. طبعا انا كنت بشتغل وبتعالج، فانا ما كنتش قريبه من اختي دي خالص. بس المشكله اني لما حصلت المشاكل بفكرة ان هو الراجل اللي بره مصر دوت عايز يتجوزني، طبعا بعد ما بعت لها 50,000 وقالت له انا هوريك انا ازاي هخليها. وشافك ازاي اللي بره مصر؟ شافك ازاي؟ شاف ستوري كنت انا متصوره مع اختي. بعد كتب كتابي بيوم والله العظيم. فهي نزلتها
انا طبعا في الوقت ما كانش معايا تليفون، كان تليفوني كان بايظ وكده. هو شافني عجبته، قال لها مين؟ قالت له اختي. طب ايه ده انت ما قلتليش عليها من زمان والكلام ده كله. كل ده طبعا معمول في محضر. فطبعا هي كانت بتبعت له صوري، حتى جرح العمليه بتاعتي عشان والده قيصري هي بعتتها له، قالت له ان انا جوزي مش هيدفع لي فلوس وهو مش هيستلم الطفل من الحضانه. يعني هي كانت بتعمل فيلم ومسلسل على الراجل ده عشان يفضل يبعت لها فلوس. وعشان هي برضو تعرف ازاي ان هي تطلعني. انتوا مالكوش اخوات تانيين؟ انتوا بس؟ لا احنا 7 بنات وولدين. وهي هي الوحيده اللي كده؟ واذاها ليكي، اذاها طايل لك انت بس ولا طايل بقيه اخواتك؟ هو طال اختي قبل كده مره، اتطلقت مره، بس من ساعتها هي ما بتدخلش حد بيتها وما بتفكرش ان هي ممكن اللي هي مثلا تتعامل مع حد. هي اخرها مثلا ان هي تيجي زياره بيت ابويا ساعه ساعتين وتاخد بعضها وتمشي. يعني انت الغلطه اللي انت مغلطاها لنفسك ان انت كنت بتخليها تدخل بيتك وتشوف اسرارك وتشوف خناقاتك مع جوزك. بالظبط. فطبعا انا بقول لها انا مش مسامحاكي، وهي بتسمع البرنامج، وانا عارفه ان هي عارفه ان انا اللي بتكلم مع حضرتك دلوقتي. انت خربتي عليا بيتي، ان شاء الله باذن الله يتخرب حياتك اكتر واكتر. وانا لما قلت حسبي الله ونعم الوكيل تطلع تحرق تنزل تحرق، انا شفتك قدام عيني بتتمرمطي. بس معلش اللي انت عملتيه فيا ما خلتنيش ان انا احس بحنيه من ناحيتك، او ان انا قلبي يطيب من ناحيتك ان انا دافع عنك. مش انت الشخصه دي، بالعكس يعني انت صاحبتي اللي هي كانت بتقول لي عليها ان هي بني ادمه مش كويسه، وان هي بتخش بيتي هي كمان عشان خاطر تصورني وتوري زملاتنا اللي كانوا شغالين معانا في الشركه وكده. اتضح ان هي كانت اغلى من الغلب، وصاحبتي دي يعني اختك كانت بتقول لك على صاحبتك انها بتصورك عشان توري اصحابها عشان تكرهك فيها. يعني هدفها ان انت كنت تبقي وحيده من غير اي حد. بالظبط. وطبعا انا دخلت في حاله اكتئاب، وهي عملت كذا لقطه كده بعد ما انا مولدت، لدرجه ان انا كانت حالتي الصحيه مش حلوه خالص بعد الولاده، لان طبعا ابني اتاخد مني قعد في الحضانه 3 شهور انا ما شفتهوش. فهي كانت معايا في المستشفى وكانت بتقول ان ابني لو ما اتسماش ناصر هنا هيحصل مشكله. فطبعا جوزي سمع، فاللي هو انت بتقولي ايه؟ واشمعنى الاسم ده يعني؟ انا كنت بحب جدا اسم بابايا. هو ده اسم باباكي؟ طب قولي لي، انت بتقولي انها بتسمعنا، انت دلوقتي منعتيها تدخل بيتك طبعا. بصراحه من بعد ما الدكتور قعد معايا وقال لي انا عايزك تعملي لي خطه بكل الاشخاص اللي كانوا داخلين حياتك ودمروكي. انا ما كتبتش غير اختي 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 اختي، ما فيش حد من هي الوحيده اللي دمرتك. وعلاقتك ببقيه اخواتك كويسه ولا مقطوعه؟ لا مقطوعه، بسبب ان انا اتكلمت وقلت ان هي السبب، فهم قالوا لا مش هي السبب، انت السبب، انت اللي غلطانه. يعني اخر رساله هتقولها لها ايه وهي بتسمعنا؟ هقولها حسبي الله ونعم الوكيل، انا مش مسامحاكي، ومن هنا ليوم الدين ان شاء الله لما نقف فوق قدام ربنا انا عارفه ان انا هاخد حقي. انت معيشاني في عذاب بفكره ان انا فاضل لي تكه واحده بس مع جوزي، دي صعبه. طيب كويس قوي ان انت عارفه ده، وخدي بالك من نفسك وخدي بالك من بيتك. وانت قلتي حاجه مهمه جدا، ان احنا ما ينفعش نفتش اسرارنا حتى الاقرب الناس لينا، لان ممكن يبقى بني ادم ما بيحب لناش الخير. بشكرك جدا، شكرا جزيلا. حتى الاخوات على فكره، واكبر دليل كان من القران اخوات سيدنا يوسف، لما سيدنا يعقوب قال له ما تقولش رؤياك لاخواتك عشان ممكن يكون بيكيدوا لك كيدا. يعني القران يا جماعه، القران ما دول، ده كان نبي، واخواته مفروض ان هم اولاد نبي، وفي نفس الوقت كان في بينهم غيره. فاللي انا سمعته في ضوء اللي انت حكيتيه، دي بني ادمه صعبه جدا جدا، وربنا اكيد اكيد مش هيسيبها وهيرد لها كل اللي عملته فيكي.